مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. الفيديو ما اليوم هو كيف راح تنشر ستوري أو قصة في تليجرام، فحبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها أتمنى رجاء أخوي من كل واحد يدخل على هذا الفيديو، رجاء اشترك في قناتي وفعل الجرس ولايك للفيديو، أكون جدا شاكر. في البداية حتى ننشر رابط أو قصة في التليجرام، طبعا التحديث الجديد تحديث رقم 10 خلى أنه الكل ينشرون، لكن اللي ما مشترك راح يقدر يدز عدد محدود من الستوريات أو القصص، أما اللي غير مشترك فممكن ينشر إلى 700. خلي اشرح لكم من داخل. تنشر ستوري او قصه راح ندخل على التليجرام، وهنا مثل ما تشاهدون بالواجهه راح تشاهد قصصك اللي نشرتها، اما لو حبيت تنشر فراح ترجع الى الوراء، تدخل على المحادثات، راح تشاهد بالاعلى هنا القصص اللي انت ناشرها او اللي قصص الاصدقاء. فحتى ننشر راح نكبس هنا بالاعلى، راح تشاهد هنا هذه الواجهه، اما تاخذ فيديو من هنا تصور او انه صوره، والفيديو راح يكون هنا، تقدر كاميرا أمامية وكاميرا خلفية أيضا إذا كبست هنا، وتقدر تستعمل الفلاش. ولو أخذت من الاستوديو هنا صورة، راح مثلا ناخذ هذه الصورة، هذه الصورة مثلا ناخذها هنا، راح يظهر عندك الوقت، الوقت راح يحدد 6 ساعات، 12 ساعة، و24 ساعة، و48 ساعة. للأسف الثلاثة مقفولات فقط، ال24 ساعة هذولا فقط للتليجرام المميز. هنا راح تذكر وصف، وتقدر تضيف هنا روابط تواصل اجتماعي مثلا يوتيوب انستا، وخلينا نخلي رابط اليوتيوب مثلا، لو دخلنا على قناتي هذا الفيديو الروابط راح نعمل نسخ وهنا نخلي، والان الرابط راح ينشر هنا مثل ما تشاهدون. هنا راح تقدر تعدل على الستوريات، تضيف مثل ما تشاهدون، وايضا اسهم، وتقدر تعدل عليها بكثير اشياء. الآن بعدها تم، نقدر أيضا نكتب هنا كتابة وتعدل على الخطوط، هاي الخطوط الموجودة. بعد ما عدلنا على الصور راح نقدر نضيف أيقونات، راح ندخل هنا على ثالث خيار مثل ما تشاهدون هنا، وراح نضيف أي أيقونة أنت تعجبك وتقدر تعدل عليها. مثلا هاي الأيقونة إحنا راح ناخذها وراح نقدر نعدل عليها، نكبرها ونصغرها ونحطها بالمكان المناسب. هذا اللي حبيت أقول لكم إياه. أيضا راح نكبس على التالي، راح ياخذني هنا الجميع باستثناء تستثني أي واحد، أو جهات الاتصال فقط، أو الأصدقاء المقربون، أو جهات اتصال يعني الأشخاص محدودين. بالأسفل في خيارين السماح بتصوير الشاشة، تقدر تقفله وتفعله، ونشرها إلى الملف الشخصي أيضا تقدر تقفله وتفعله، فهذه الأشياء تقدر أنت تتحكم بها. وبعدها راح تكبس نشر وتنشر القصة. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير لأنه إذا حبيت تنشر أكثر راح يظهر عندك بلغت الحد الأقصى، لك حق 3 كل 24 ساعة. أما المتابعين يقولون أنه فقط لك حق 7 بالأسبوع. فنشوف بكرة إن شاء الله خير، وتحياتي مع ألف سلامة.